خلال الزيارة التي يقوم بها الفريق الراكن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني إلى جمهورية باكستان الإسلامية، اجتمع سموه مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين إلى رئيس الوزراء الباكستاني وتمنيات جلالته للشعب الباكستاني دوام الازدهار والتقدم والأمن والاستقرار. وتطرق سموه إلى العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة وإلى ما تقوم به باكستان من دور هام لاستقرار المنطقة، كما ثمن سموه وقوف ودعم باكستان لدول مجلس التعاون في الحفاظ على أمنها واستقرارها من التدخلات الخارجية الساعية لزعزعة أمنها واستقرارها. من جانبه رحب رئيس الوزراء الباكستاني بزيارة سمو رئيس الحرس الوطني إلى باكستان، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تربط باكستان بمملكة البحرين بوجه خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام، وأضاف بأن باكستان تقدر وتثمن الدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون لها. وتطرق اللقاء أيضا إلى العلاقات التجارية والعسكرية بين مملكة البحرين وباكستان وسبل تطويرها وتنميتها لما فيه خير ومصلحة البلدين. كما حضر الاجتماع السفير محمد إبراهيم محمد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية. كما التقى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق في مكتبه في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث رحب سردار أياز صادق بزيارة سموه إلى باكستان مشيدا بعمق علاقات الصداقة القائمة بين باكستان ومملكة البحرين وما وصلت إليه هذه العلاقات الوثيقة من نماء وتطور في مختلف المجالات، مؤكدا حرص جمهورية باكستان الإسلامية على دعم وتعزيز هذه العلاقات لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تم تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات لا سيما المجالات السياسية والبرلمانية. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحرس الوطني سمو الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة عن شكره وتقديره لرئيس الجمعية الوطنية الباكستانية لما توليه بلاده من اهتمام خاص لعلاقاتها الأخوية مع مملكة البحرين، وأشاد بالتقارب والتعاون البرلماني بين البلدين الصديقين والذي ينعكس إيجابيا على متانة علاقات التعاون البحريني الباكستاني المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية لتشمل التنسيق والتعاون البرلماني في المحافل الدولية لما فيه خير ومصلحة البلدين والتعاون الإسلامي. كما حضر الاجتماع سفير محمد إبراهيم محمد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية.